أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الدار مرة أخرى في هذا البث المباشر، ندوة صحفية بعد لحظات ستنطلق بحضور نصر بوريطة وزير الخارجية المغربية، وأيضا أيمن الصفدي وزير الخارجية المملكة الأردنية بمناسبة افتتاح سفارة بمدينة العيون المغربية. ويذكر بأن أيمن الصفدي أيضا هو نائب رئيس وزراء المملكة الأردنية. نشيدنا الوطني ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الوطني والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، السيد عبد السلام بكرات والي جهة العيون الساقية الحمراء، السيد حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، السيدات والسادة نواب منتخبي مدينة العيون، حضرات السيدات والسادة، تتشرف مدينة العيون حاضرة كبرى مدن الصحراء المغربية اليوم ومن جديد باحتضان حدث كبير وهام يتمثل في افتتاح القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ويسعدني بهذه المناسبة التاريخية دعوة معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإلقاء كلمة بالمناسبة، فتتفضلوا معاليكم. معالي الأخ العزيز أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين، سيدة إسلام بكرات ولجهة العيون الساقية الحمراء، سيد مجود الرشيد رئيس مجلس جهة الساقية الحمراء، سيد السفير، سيدات والسادة نواب ومنتخبي مدينة العيون، أصحاب السعادة والحضور الكريم، اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم أخي أيمن بمدينة العيون كبرى مدن الصحراء المغربية بمناسبة افتتاح القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية بالرياض. كانت لكم أخي أيمن زيارات متعددة وفي مناسبات مختلفة إلى مدن مغربية أخرى،
غير أن زيارتكم إلى بلدكم الثاني مرة تكتسي أهمية خاصة ولها طابع متميز، وستبقى خالدة في ذكرى ووجدان الشعب المغربي على غرار كل المواقف النبيلة والثابتة التي وقف فيها الأردن الشقيق قيادة وشعبا مع المغرب في قضاياه المصرية. ومما يزيد من بهجة هذا الحدث أنه يأتي في غمرة استعدادات المملكة الأردنية الهاشمية للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة وانطلاق مسيرة البناء التي جسدها الملوك الهاشمي نموذجا نحو النموذج الوطني الأكثر استقرارا في المملكة. وهي مناسبة لأتقدم إليكم مسبقا معالي الوزير بأحرى عبارة التهنئة والتبارك وتمني للمملكة الأردنية الشقيقة دوام التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله. تأتي زيارتكم معالي الوزير لتدشين القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في هذه المدينة العزيزة على قلوب المغاربة تنفيذا للتعليمات التي توصلنا بها معا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأخي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني في الاتصال الهاتفي الذي أجري يوم 19 نوفمبر 2020، وتجسيدا لما يجمع العاهلان الكريمان من وشائش موصولة ومودة صادقة يعززها الحرص على التشاور والتنسيق الدائم بينهما والرغبة في ترسيخ علاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال القائم بين المملكتين الشقيقتين. فقرر جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله بفتح قنصلية الأردنية في مدينة العيون وإشادة جلالته بالقرارات التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لإعادة تأمين انسياب حركة الحركة المدنية والتجارية بمحافظة الدكارات ترجب عملية لعدد من المواقف الثابتة التي ما فتأت تعبر عنها الأردن في المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها وتثبت سيادتها على كامل التراب الوطني. إن هذه المواقف التي نعتز ونفتخر بها ونقدرها عاليا ليست غريبة على الدولة الأردنية وعلى نشام الأردن، فكلنا يتذكر رسالة مخبورنا جلالة الملك حسين إلى مخبورنا جلالة الملك حسن الثاني طيب الله كرامه وتأكيده وأسعد دعم وتأييد المغرب في سائر الطرق والأحوال للوصول إلى الحق المغربي المشروع والثابت في استرجاع صحابه. انتهى كلام جلالة الملك. وإرساله وفدا أردنيا هاما للمشاركة في المسيرة الخضراء سنة 1975 يتكون من 41 شخصية من مختلف الاتجاهات السياسية والمجتمعية للتضامن مع الشعب المغربي وترجمة لوقوف الأردن إلى جانب المغرب وحقه في استرجاع أراضيه. لقد حافظت علاقة المملكة المغربية بالمملكة الهاشمية الأردنية على متانتها وتميزها في ظرفية عربية وإقليمية شديدة الإرهاب الحساسية، وهي مناسبة للتنويه عاليا بسنة التشاور والتنسيق الموصول بين بلدينا حيال مختلف التحديات التي تواجه منطقتنا العربية. لذلك يحضرنا اليوم عزم كبير على المضي في جعل هذه العلاقة نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة العربية العربية وتأسيسا على ما يجمع المملكتين من قواسم مشتركة وحرص ما ابتناه على تعزيز علاقاتهما الثنائية. طور البلدان آليات متجددة للدفع بمسيرة التعاون إلى آفاق أعلى ترم بلوغ الشراكة الاستراتيجية وفق رغبة قائدي البلدين وتنفيذ لإرادة جلالتهما المتضمنة في العيادة المشتركة الصادرة عقب زيارة العمل والصداقة التي قام بها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني في المملكة المغربية يوم 26 مارس 2019. ولعل أهم ما يميز علاقتنا الثنائية
ومستوى التنسيق والتشاور السياسي الدائم والمستمر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي أكد بخصوصها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أنها في نفس مرتبة قضية الوحدة الترابية المغربية، مؤكداً أهمية الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وإذ يسطر بلدنا اليوم بمدينة اليوم بميلاد الفخر صفحة أخرى مشرقة في تاريخ علاقتهما الثنائية، فإننا نسجل بكل اعتزاز توالي افتتاح القنصليات العامة للدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية، في تعبير واضح وصريح عن موقف دولي داعم لمغربية الصحراء ولمواجهة الموقف المغربي إزاء هذا النزاع الإقليمي المرتفع. أتمنى كل التوفيق والنجاح للطاقم الدبلوماسي الأردني الذي سيسهر على وضع الأسس لعمل هذه القنصلية العامة الجديدة التي ندعوها على غرار باقي القنصليات العامة المتدرجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى الانفتاح على محيطها الجهوي والمحلي والاطلاع على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها بفضل ما تعرفه من مسيرة تنموية شاملة وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس. ختاما أجدد باسم المملكة المغربية كامل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكة وحكومة وشعبا على هذه الخطوة التاريخية الهامة الداعمة للوحدة الترابية في المملكة المغربية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا معالي الوزير. والآن أدعو معالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لإلقاء كلمتكم، فتتفضل ونشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ ناصر بوريقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، سعادة الأخوالي المحترم الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بأن أكون في المملكة المغربية الشقيقة في مدينة العيون تحديدا اليوم لتدشين القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية التي كان صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله أعلن عن قرار المملكة بفتحها خلال الاتصال الهاتفي مع أخيه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. العلاقة بين المملكتين هي علاقة تاريخية قوية استراتيجية متميزة تتبدى في التعاون المستمر والتنسيق الذي لا ينقطع ما بين قيادتينا وما بين مسؤولينا على كل المستويات. هي علاقة تاريخية تقدم نموذجا في العلاقات العربية التي تفرضها مصالحنا المشتركة والتي ستسهم وتسهم بحمد الله في تحقيق أهدافنا جميعا وفي تحقيق التنمية لشعوبنا ومعالجة جميع التحديات المشتركة التي نواجهها. افتتاح القنصلية اليوم هو تأكيد للموقف الأردني الثابت بأننا كنا وسنبقى نقف إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشقيقة، تأكيد على أننا نعمل مع الأشقاء من أجل التوصل لحل لقضية الصحراء المغربية وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب الشقيق والتي تمثل الحل العملية المنطقية لهذه القضية الأساس. فنحن في منطقتنا العربية بشكل عام نحتاج لأن نوحد جهودنا، نحتاج لأن نركز
على مواجهة ما نواجهه من تحديات مشتركة، وكلنا نريد أن نتجاوز التحديات ونتجاوز التوترات حتى نستطيع أن نقدم حق شعوبنا جميعا في الحياة الفضلة، الحياة الكريمة. التعاون ما بين المملكتين ينطلق من توجيهات دائمة لصاحبي الجلالة. علينا أن نرتقي بالتعاون في كل أوجهه لما يعكس هذه العلاقة التاريخية ما بين صاحبي الجلالة، ما بين أبناء العموم. ودائما عندما يتحدث جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله عن المغرب الشقيق يتحدث عن العمل مع ابن عمه من أجل خدمة مصالحنا المشتركة كمملكتين شقيقتين، ولكن أيضا من أجل خدمة قضايانا العربية. والمملكة الثانية دائما دور سباق في خدمة كل القضايا العربية وفي تعزيز العمل العربي المشترك. والوقت الآن يستدعي المزيد من هذا التعاون والمزيد من التنسيق والمزيد من التضامن العربي في ضوء ما نواجه جميعا من تحديات كبيرة. إذا ما تعاوننا إزاء جهود حلها استطعنا أن نحقق الأمن والاستقرار وأن نبني البيئة التي تتيح التقدم باتجاه التنمية في جميع مجالات. التواصل والتنسيق بين معالي أخي العزيز وبيني تنفيذا لترجيحات صاحبي الجلالة مستمر. نتحدث في كل القضايا على المستوى الثنائي. كانت هنالك قمة أردنية مغربية في الرباط العام الماضي. هذه القمة وضعت خريطة طريق واضحة لزيادة التعاون في جميع مجالاتها الاقتصادي، الاستثماري، السياحي، الثقافي، وأكدت أيضا أهمية التنسيق إزاء القضايا الإقليمية. اليوم كان أيضا إضافة إلى افتتاح مبنى القنصلية العامة للمملكة، كان فرصة للحديث حول الخطوات التي يجب والتي نعمل على القيام بها من أجل ترجمة العلاقات الراسخة ما بين البلدين تعاونا مثمرا ملموسا ينعكس خيرا على بلدينا ويخدم مصالح المملكتين ويصب أيضا في خدمة المصالح العربية بشكل عام. فتحدثنا عن زيادة التعاون في جميع المجالات اقتصاديا، استثماريا، سياحيا. ثمة عديد اتفاقية تم إنجازها ونأمل إن شاء الله توقع في أقرب فرصة ممكنة، وثمة اتفاقيات أخرى نعمل على إنجازها. في الوضع الإقليمي ننطلق من رؤية واحدة مرة أخرى. قضيتنا الأساس، قضيتنا المركزية هي القضية الفلسطينية، ونحن نعمل معا من أجل تحقيق السلام العادل والدائم، السلام الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة السلام العالمي. وتم أيضا تعاون كبير في موضوع القدس التي لها أولوية كبرى لدينا. فسيدي صاحب الجلالة الهاشمية هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحماية الهوية العربية الإسلامية للمقدس والمسيحية للمقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانون القائم، هو جهد لا ينقطع للمملكة بتوجيه من جلالة الملك. وجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هو رئيس لجنة القدس، والدور الذي يقوم به جلالته والذي يقوم به اللجنة هو أيضا دور أساسي في حماية الهوية العربية الإسلامية للقدس والحفاظ على الوضع القائم فيها. وبالتالي ثمة تنسيق طبيعي، تنسيق ينطلق من الأولوية التي نعطيها في البلدين لموضوع القدس، وتنسيق ينعكس في جهدنا المشترك من أجل حماية المدينة المقدسة وحماية مقدساتها. في القضايا الإقليمية الأخرى متفقون على أننا نريد أن نعمل معا من أجل إنهاء الأزمات الكارثية التي تعصف منطقتنا. متفقون على أنه لا بد من تفعيل دور عربي جماعي في جهود حل هذه الأزمات، من الأزمة السورية إلى الأزمة الليبية إلى الأزمة اليمنية، فكلها أزمات في دول عربية يعاني تبعاتها شعوب عربية. وبالتالي من الأولى أن يكون لنا نحن العرب الدور الرئيس في جهود حل هذه الأزمات. وأيضا تحدثنا بالتأكيد حول الأوضاع في العراق، فالعراق حقق نصر كبير
وبتضحيات كبيرة على الإرهاب، ولا بد من دعمه، والمملكتان متفقتان على دعم جهود الحكومة العراقية في تثبيت الاستقرار وتكريس النصر على الإرهاب وتحقيق المستقبل الأفضل للشعب العراقي الشقيق. معالي الأخ مرة أخرى أتقدم لك وللأخوة جميعا بكل الشكر على الضيافة وعلى حسن الاستقبال وعلى الحوار الثري المثمر الذي اجريناه معا لنخدم مصالح المملكتين الشقيقتين ولنسهم ايضا في خدمة المصالح العربية وفي بناء المستقبل العربي المشرق الذي تملأه الفرص وتملأه الإنجازات بدلا من الصراعات والثورات والتوترات التي تؤثر لنا جميعا. حفظ الله المملكة المغربية الشقيقة، أدام عزها واستقرارها، ويسر لها المزيد من الإنجاز قبل حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. ولكم في الأردن دوما شقيق وشريك يسندكم وتسندونه في مواجهة كل هذه التحديات. هذه طبيعة العلاقة التاريخية المتميزة، نحن معا لبعضنا البعض نعمل من أجل مصالحنا ونعمل من أجل عالم عربي آمن مستقر منجز خال من الخلافات، لأننا ندرك تماما أن مصالحنا جميعا في العالم العربي مترابطة، أن أمننا مترابط، وأننا ننجز أكثر إذا ما عملنا معا وفق القواعد ووفق القيم التي تجمعنا جميعا، قيم التعاون، قيم المحبة، قيم السلام، قيم احترام الآخر، وهذه هي القيم التي تميز أيضا كل ما تقوم به المملكة. شكرا لكم، بارك لكم افتتاح هذه المسؤولية، أتمنى لكم التوفيق وحفظكم الله جميعا، وشكرا لكم. بداية أود أن سيادة السيد الوزير نظرة العلاقات الاستراتيجية بين المملكتين، يعني دور المغرب ومغربه في تحقيق السلام على الشرق الأوسط. معالي الوزير السيد أيمن الصفدي، دائما ما نتحدث عن أهمية تفعيل العمل العربي الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة. ما هي رؤيتكم لتفعيل هذا العمل الجماعي، وما الذي يمنع تفعيله في هذه الظرفية الدقيقة؟ السلام عليكم معالي الوزير، أولا مرحبا بكم في الأقاليم الجنوبية للمملكة العربية تحدي أبنائها سؤالي سيد معالي الوزير هو ما هي أهمية التنسيق بين دول الخليج في هذه المرحلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا شكرا. نحاول نعرف على الأسئلة الثلاثة أخي أيمن تبعي. بالنسبة للشرق الأوسط كما قال أخي أيمن، المملكتين لهما دور تاريخي، لهما مسؤولية في قضية فلسطين. مواقفنا منسجمة تماما ومرجعيتنا واضحة ويعني ثابتة، وهي أن الحل يجب أن يكون حل دولتين، دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 عاصمة نابلس الشرقية، وتعيش جنبا إلى جنب إلى مع دولة إسرائيل. الدولتان أو المملكتان كانتا دائما فاعلا أساسيا في تحريك مسلسل تفاوضي ناجح ومتجه نحو الحل بين أطراف القضية الفلسطينية.
المملكتان تنسقن حول هذا الموضوع بشكل مستمر انطلاقا من مواقفهما التاريخية وانطلاقا كذلك من مسؤوليات هذه المنظمة. جلالة الملك يقدر ويثمن الدور الهام الذي يقوم به صاحب جلالة الشيخ الملك عبد الله بن حسين كوصي على المقدسات في مدينة القدس. وتعريف جلالة الملك كانت دائما هي التنسيق مع الجمهور الأردني لحماية في إطار الأصالة الأردنية لحماية يعني الأماكن المقدسة في المدينة في مدينة القدس. جلالة الملك محمد السادس كذلك رئيس لجنة القدس يشتغل من خلال وكالة بيت المال القدس على تقديم خدمات عمل المقدسين. وطيرة عمل الوكالة تسير بتقريبا 1.5 مليون دولار سنويا في مجال السكنة، في مجال الطب، في مجال التعليم والتكوين. لما انطلقت جائحة كورونا قدم الوكالة مساعدة مالية مباشرة للمقدسين لمواجهة هذه الجائحة. العمل الميداني للوكالة بالتنسيق مع الوصاية الأردنية الهاشمية من شأنه تخفيض معاناة على المقدسين، لكن بجانب إلى هذا العمل الميداني المنطلق من هذه المسؤولية التاريخية، هناك ذلك عمل مشترك في أفق استراتيجي وبرؤية واضحة لتحريك مسلسل السلام على أسس واضحة وعلى أسس متينة وعلى مرجعيات واضحة. ونعتقد بأن الوقت قد حان لتحريك مسلسل السلام في الشرق الأوسط للوصول إلى الحل وفق المرجعيات اللي قلت لك مرجعيات واضحة. العمل العربي المشترك سيساعد كثيرا إلى تقوية الموقف العربي حتى في هذه الحالة. المغرب العمل المؤسساتي في إطار الجامعة أعتبره مهمًا، ولكنه ليس غاية في حد ذاته، ويجب أن يعكس رؤية مشتركة، رؤية حول التحديات، ورؤية حول طريقة معالجة التحديات. اليوم العالم العربي بالإضافة إلى تحدياته الداخلية من نمو ديموغرافي، من تحديات اقتصادية واجتماعية، هناك تدخلات خارجية، هناك تحديات مباشرة تهدد الأمن والاستقرار. الأجندة العربية يجب أن يتملكها العرب وأن يتحرك في إطارها الدول العربية. لهذا يعني الرؤية يجب أن تكون واضحة ومشتركة بين الجميع. المبادرة المصرية الأردنية كان لها أثر إيجابي لإعادة اللحمة وإعادة التنسيق في العمل المؤسساتي. نرجو أن تستمر لتؤدي إلى توحيد الرؤية حول التحديات، الخروج من الإطار الضيق والنظر إلى مستقبلنا المشترك، خلق نظام عربي جديد على أسس، على قيم، على مصالح وعلى رؤية مشتركة. وكان في هذا الإطار كذلك تنسيق بيننا هو تنسيق يومي، والرؤية هي رؤية مشتركة. الخليج للمملكتين نفس يعني علاقات متميزة انطلاقا من علاقات العاهلين مع ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى هذه العلاقة الشخصية يعني هناك علاقات استراتيجية. جلالة الملك محمد السادس في القمة المغربية الخليجية الأولى تحدث عن مصير مشترك، عن ما يمس الخليج ويمس المغرب. علاقتنا مع كل دول الخليج هي علاقة تضامن مطلق، هي علاقة دعم لاستقرارها، هي علاقة تضامن مع كل ما يمس وحدتها وكل ما يمس طمأنينة سكانها. نحن مع كل دول الخليج في تنسيق حول مجموعة من القضايا
وفق هذا المنطق الأساسي هو منطق التضامن المطلق والتعاون المثمر. نتمنى أن الشراكة اللي كاينة بين المملكتين ودول الخليج تكون كذلك بمضمون قوي في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي لمواجهة كذلك التحديات، لأن بين دول الخليج والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية هناك عدة نقاط التقاء، ويمكن أن نشكل نواة قوية لنظام عربي ينظر إلى الأمام ويخدم مصلحة المنطقة العربية ككل ومصلحة شعوبنا على وجه الخصوص. فيما يتعلق بالسؤال حول العملية السلمية، تحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي عربي عبر عنه العرب جميعا عندما تم إطلاق مبادرة السلام العربية في العام 2002. ومنذ ذلك الوقت تعمل المملكة المغربية الهاشمية، تعمل المملكة المغربية، نعمل جميعا من أجل إيجاد الأفق الحقيقي للتقدم نحو هذا السلام الذي يشكل ضرورة لأمن واستقرار المنطقة ولأمن واستقرار العالم برمته. العملية السلمية تواجه تحديات كبيرة، وبالتالي نعمل بشكل مستمر من أجل الحقول دون فقدان الفرصة الحقيقية لتحقيق هذا السلام. نعمل بالتنسيق مع أشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية، نعمل بالتنسيق مع أشقائنا في المغرب في كل الدول العربية، ونعمل أيضا بالتنسيق مع المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، روسيا، كل الدول المؤثرة، لأننا نريد أن يتحقق السلام. والمرحلة الحالية مرحلة صعبة، حيث أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية مثل بناء المستوطنات، مصادرة الأراضي، هدم المنازل، كلها تقوض فرص تحقيق حل الدولتين، الحل الذي أجمعت غالبية العالم على أنه السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل. فمن هنا العمل مستمر بشكل دائم. المرحلة الحالية نرى أن هنالك نافذة مردها ما بدر عن الإدارة الأمريكية الجديدة من بوادر إيجابية حول العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وحول متطلبات التقدم إلى هذا الحل، فثمة نافذة نعمل من أجل الإفادة منها. ثمة موقف أوروبي دولي واضح في دعم حل الدولتين، وكما قلت ثمة إجراءات خطرة على نحو هذا السلام عبر إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس حل الدولتين، على أساس القانون الدولي ووفق المرجعيات المعتمدة وفي مقدمها مبادرة السلام العربية. لم ينغم الشرق الأوسط بالسلام والاستقرار والأمن الحقيقيين ما لم تحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وكما قلت معادلة أيضا الأرض مقابل السلام. فبالتالي في هذه البيئة يجب أن نعمل، يجب أن يكون صوتنا واحد في أن السلام الذي نريد هو السلام الحقيقي، السلام الذي تقبله الشعوب، والسلام الذي يدوم، والجهد مستمر من أجل تحقيق ذلك. ولا بد في الوقت الذي نعمل فيه من أجل إيجاد هذا الأفق أن يكون أيضا صوتنا واضح في مواجهة الإجراءات الأحادية اللاشرعية الإسرائيلية التي تقوض هذا الحل، والانتهاكات أيضا على محاولة الانتهاكات في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. هذا جهد مستمر ومنسق. فيما يتعلق بتفعيل العمل العربي، أعتقد أننا كلنا ندرك أن ثمة حاجة حقيقية تفرضها مصالحنا المشتركة من أجل تفعيل العمل العربي المشترك في مقاربة عديد الأزمات والتحديات التي نواجه مجتمعين. كما أشار معالي أخي ناصر، كان هناك اجتماع للجامعة العربية في 8 من الشهر الماضي بدعوة أردنية مصرية مشتركة وبتنسيق مع كل الأشقاء من أجل إعادة تأكيد الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية وهي مؤكدة وثابتة ويعرفها العالم، ومن أجل أيضا تفعيل العمل العربي المشترك. وكانت جلسة موفقة جدا، خلصنا فيها إلى ضرورة العمل بشكل جدي من أجل إيجاد دور عربي جماعي في مقاربة هذه الأزمة،
بمنطقية وواقعية أيضا، نحترم الفروقات ما بيننا ونبني على الجوامع التي ما بيننا، والجوامع هي كثيرة وتتيح مساحة أوسع للعمل الجماعي والعمل المشترك، وبالتالي الكل في العالم العربي يدرك ويريد يدرك أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، ويريد أن نتقدم خطوات عملية باتجاهه لحل هذه الأزمة. مرة أخرى من غير المعقول أن لا يكون لنا دور كعرب في جهود حل الأزمة السورية، دور جماعي، دولة عربية تقوض أزمة، تقوض دولة عربية يعاني تبعات كارثيتها شعب عربي، فيجب أن يكون لنا دور بالتالي في جهود حلها، لأن انعكاساتها الأكبر هي علينا. في كل القضايا الأخرى لابد من تفعيل هذا العمل. والجانب الآخر أيضا هو في الجانب الحياتي، نستطيع أن نتعاون بشكل أكبر في موضوع الأمن الغذائي، في موضوع الأمن الصحي، في موضوع الأمن الزراعي، الإنجاز العلمي والتعليمي، كل هذه القضايا نستفيد جميعا إذا ما حققنا التكامل في مقاربتها، فهذا عمل مستمر. بالنسبة لدول الخليج العربي، فنحن نعتز بالعلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية الهاشمية، وإذا سمح لي أيضا المملكة المغربية في دول الخليج العربي. يجب حل التوتر في منطقة الخليج، ومن أجل حل هذا التوتر تحديدا فيما يتعلق بالوضع في إيران، ليست الدول العربية من تريد علاقات متوترة مع إيران، الدول العربية كلها تريد علاقات صحية جيدة مع إيران، مرتكزة إلى القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حسن الجوار. من هنا فإننا نؤكد على أهمية أن تبنى العلاقات الإقليمية على أساس القانون الدولي ضد حسن الجوار وعدم التدخل، وإذا تحقق ذلك لن يكون هنالك سبب لاستمرار التوتر. نؤكد على أهمية المصالحة التي حققتها قمة العلا، وهذه المصالحة ستسهم بشكل فاعل في تعزيز العمل العربي المشترك، وكما قال جلالة الملك حفظه الله، أمن دول الخليج وأمننا واحد، استقرارنا واحد، مصالحنا يعتمد بعضها على بعض. واسمحي لي أن أشير هنا أيضا إلى إدارتنا المطلقة الكاملة للهجمات العربية التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونقف مع أشقائنا في السعودية ونتضامن معهم بالمطلق في كل ما يتخذونه من خطوات من أجل حماية أمنهم واستقرارهم وأمن شعبهم وحماية مصالحهم. المملكة العربية السعودية لها دور محوري في المنطقة، لها دور رئيس في جهودنا المشتركة، بناء منطقة منتزة أفضل، تحقيق الأمن والاستقرار، ركيزة في العمل العربي المشترك أيضا، وبالتالي نريد ندعم أشقائنا في دول الخليج في كل ما يتخذونه من إجراء لحماية أمنهم. نؤكد على مركزية العلاقات الأردنية الخليجية، ونعمل معا بتوجيه من قياداتنا من أجل تطوير هذه العلاقات وبعضها، نقف مع بعضنا البعض ونساند بعضنا البعض، ونواجه التحديات المشتركة أيضا مع بعضنا البعض. شكرا لكم، ونختتم مراسيم هذا الحدث الاحتفالي.